الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الكرام، وقفنا في الحلقة الماضية من برنامجكم حديث قبيل الإفطار على نموذجين من الأدعية التي حفل بها القرآن الكريم، وهما دعاءان صارا صفة لفئة طيبة مباركة مشمولة برحمة الله يتشوف ويتشوق إليها كل مسلم، إنهم عباد الرحمن. الدعاء الأول الذي داومت عليه هذه الفئة حتى صار صفة لها هو الماثل في قول الله سبحانه وتعالى: والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. نعم معشر الأحبة الكرام، إن المؤمن منشغل البال مهموم بآخرته ومعاده ولقائه مع الله عز وجل. يا ترى كيف سيكون اللقاء بين يدي الله سبحانه وتعالى؟ يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، فإما لقاء خير يصر به أبد الآباد، وإما لقاء سوء يشقى به أبد الآباد. وإلى هذا المعنى أشار الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه ابن ماجه في سننه، قال صلى الله عليه وسلم: من جعل الهموم هما واحدا هم آخرته كفاه الله هم دنياه. وكان من دعائه عليه الصلاة والسلام: وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي. ولقد كثر ذكر الموت والآخرة في القرآن الكريم في مواطن مختلفة وفي سياقات متعددة، وهذا ما جعل الإمام القرطبي في تفسيره يقول: وكل ما عظم شأنه تعددت أوصافه وكثرت أو أسماؤه. فقد وردت الآيات البينات المباركة تحث العباد على الاستعداد ليوم الطامة، ليوم الصاخة، ليوم القيامة، ليوم الحاقة، ليوم التغابن، وفيها تنبيهات من رب العالمين سبحانه وتعالى إلى ضرورة الاستعداد للقائه جل في علاه. بل إن الأمر لم يقف عند هذا الحد، بل إن الله جل وعلا جعل آخر صلة لوحي السماء بالأرض وصية بضرورة الاستعداد ليوم الرحيل واتقاء ذلك اليوم. يقول الله سبحانه وتعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ومن أعظم الأمور التي نتقي بها ذلك اليوم دعاء عبادي الرحمن: ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.